عزيزي طالب السنة التحضيرية، توفر لك كلية ينبع الصناعية عبر أقسامها المتعددة عدداً من خيارات التخصصات أو البرامج. سيعرفك هذا الفيديو على برنامج تقنية الجيوماتكس ضمن قسم تقنية هندسة الجيوماتكس، حيث يقدم قسم تقنية هندسة الجيوماتكس الشهادة الجامعية المتوسطة في تقنية الجيوماتكس. برنامج تقنية هندسة الجيوماتكس هو البرنامج الوحيد بالمملكة الذي يقوم بتخريج حاملي الشهادة الجامعية المتوسطة في تقنية الجيوماتكس، كما أنه القسم الوحيد خارج الولايات المتحدة الأمريكية الحاصل على الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا أبد. وقد تم إنشاء القسم عام 2003، وذلك لتلبية احتياج سوق العمل من الكوادر السعودية المتخصصة في تقنية الجيوماتكس. يقوم قسم هندسة تقنية الجيوماتكس بتخريج كوادر متميزة علمياً وعملياً في جميع فروع الجيوماتكس، مثل المساحة الأرضية والجوية والمائية ونظم المعلومات الجغرافية ونظم الاستشعار عن بعد ونظم تحديد المواقع الكونية. ويوضح هذا الجدول بعض المواد الدراسية: Surveying 3 Geographic Information System 3 Remote Sensing 2 Cadastre، التي يتلقاها الطلاب خلال السنتين الدراسيتين الثانية والثالثة بالإضافة لفترة تدريبية نهاية السنة الدراسية الأخيرة. يصبح الخريج من قسم تقنية الجيوماتكس مؤهلاً للعمل في العديد من الوظائف الفنية، مثل فني مساحة، فني نظم معلومات جغرافية، فني رسم خرائط، فني رسم هندسي، فني أو محلل استشعار عن بعد، مساعد مهندس مواقع إنشائية. ويفتح قسم تقنية هندسة الجيوماتكس أمام الخريجين خيارات متعددة من الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الدفاع والطيران، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للمساحة، هيئة المساحة الجيولوجية، وزارة النقل، الهيئة العامة للسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى بعض الشركات مثل شركة أرامكو، شركة شلمبرغير، مترو الرياض، وجميع الشركات الإنشائية والاستشارية وقطاع المقاولات. كما يتميز خريجو هذا القسم بإمكانية ممارسة العمل الحر من خلال إنشاء مكاتب خدمات مساحية وهندسية.